سلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة تثبيت الظواهر اللغوية المندرجة ضمن الأسبوع الرابع من الوحدة الخامسة، مجال الغابة، المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذا نبدأ على بركة الله. حصة الإملاء، كتابة الأسماء الموصولة، أكتب اسم الموصول المناسبة. مكان النقط: الأشجار التي غرست تعطي المدرسة رونقا وتزيدها جمالا. إذا الاسم الموصول المناسب هنا التي. لذا تكلف التلميذان، تلميذان مثنى مذكر، اللبان تطوعا بتنظيف أحواضها. واهتمت التلميذتان مثنى المؤنث اللتان اختراتا بسقيها. السؤال الثاني: أكتب على دفتري ما يملى علي ثم أصحح أخطائي. إذا هنا سنكتب ما يملى علينا من طرف الأستاذ أو الأستاذة. مكون الصف والتحويل: الاسم النكر والمعرف بال او بالاضافه. اضع سطرا تحت كل معرفه وابين نوعها. اذا اهتمت التلميذتان بالسقي، اذا التلميذتان وكلمه السقي معرفه بال، كلمتان معرفتان بماذا؟ بال. تطوعت التلميذان لتنظيف الحديقة، تنظيف الحديقة، إذا تنظيف معرف بالإضافة. لأن لتنظيف جار ومجرور وهو مضاف، الحديقة مضاف إليه. أشجار المدرسة باسقة، إذا المدرسة معرفة بالألف واللام، المدرسة معرفة عفوا هنا أشجار المدرسة، أشجار المدرسة. إلا خدينا المدرسة وحدة غنقول معرف بألف واللام، ولكن أشجار المدرسة معرفة بالإضافة. أشجار إذا عندي هنايا أشجار وليس المدرسة، أشجار معرفة بالإضافة، أشجار معرفة بالإضافة. إذا التلميذتان والسقي معرفتان بالألف واللام. لتنظيف الحديقة بالإضافة، تنظيف الحديقة. أشجار المدرسة معرفة بالإضافة. أضيف إلى الأسماء النكرة ما يجعلها معرفة في الجملتين التاليتين. إذا غرس فلاح شجرة، يمكن نقول غرس فلاح شجرة، كما يمكننا نقول غرس الفلاح، نجعله مضاف معرف بالإضافة، شجرة تفاح. إذن هنا كلمة شجرة جعلناها معرفة بالإضافة، غرس الفلاح الشجرة أو غرس الفلاح شجرة التفاح. زرت غابة مجاورة، زرت الغابة مجاورة، أو نقول زرت غابة البلوط المجاورة، زرت غابة البلوط مجاورة. مكون التراكيب: أكمل كل جملة بإن أو إحدى أخواتها أواخر الاسم والخبر. إذا السيارة معدة للسفر، إذا السيارة سندخل إن أو إحدى أخواتها، إن السيارة معدة للسفر. رمضان قريب، لكن لكن رمضان قريب، المطر منهمر،
ليت المطر منهمر العم قادم إن العم قادم أو كأن إذن لكن رمضان قريب إن السيارة معدة للسفر لكن رمضان قريب ليس المطر منهمر كأن العم قادم وأنت الجملة تبتدئ بإحدى أخوات إن وأضبطها بالشكل التام إن الأشجار مثلا الأشجار باسقة إن الأشجار باسقة كأن طقس غائم إن الأشجار باسقة كأن الطقس غائم إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة